ويني بلاصي سيد عبد الكريم بيرا فريق وفاق سطيف مع الانديه اللي دارت انتدابات كبيره؟ الميدان هو اللي راح يحدد. جو سيت كوم ليكزومبل شباب القبائل اتحاد العاصمه مدينه الجزائر مدينه الجزائر مدينه الجزائر شباب الوزداد شباب قسنطينه ويني حطوا سيد عبد الكريم بيرا مدينه وهران ويني حط سيد عبد الكريم بيرا وفاق سطيف؟ حنا لونتونت هذاك تريكو تالمون ثقيل هذاك ديجا سي 50% دلا ريوسيت يقعد النظام ويقعد لا فالور ولا كاليتي وانا جي اون غروند كونفيونس اون سي جوار ما يخفالكش عندنا دي جوار دو 29 دو 30 دو 34 اون با اون ايكيب جانا لا موين دا سي 25 شتات لي ديتا كي نعطيهم لك كل صلاه جو اون ريبونس حنا اون فوا جوي تو نو شونس حنا اوني لونتون دو سيتيف بارمي لي كلوب هادوما انا نقدر كاع لي كلوب اصلا خدمت كامل فيهم لا ماجوريتي نحترمهم وحنا عندنا كل ليكيب تاعنا راهي خدمه راهي واجده ونشوفوا الميدان واش راح يقرر الفوق وميليو لتحت لا ما نكونوش الفوق ولازم نكونوا الفوق وان شاء الله نديروا كل ما في وسعنا باش نكونوا الفوق وعندنا الميركاتو اللي راهو جاي شوف انا كاين حاجه سي يزيد انا ليكسبيرتيز كي نديروها هي ليكيليبر هي لا كومبليمونتاريتي ليكيليبر انترالين هي لا كومبليمونتاريتي. Gracias.